أنا مشغولة بتولسي، المهم يكون اليوم آخر يوم لإلها بهذا البيت. وأنا عندي شغل ضروري ورايحة أعمله، عيد ميلاد تولسي، لهيك رح أعمل رز بحليب. قالت لي السيدة ما أذكر اسمها أبداً. شو أعمل بحالي هلأ؟ بخاف حدا يسمعني ويعصبوا علي. غبية، ركزي أكتر. صراحة بنتي هالموقف زعجني كثير، بس نفدت رادها لأنه مشغولين هلا. صدقيني أنا رح حاسبها بس لحتى نخلص. شو هاد؟ مين بيعمل رز بحليب بعيد الميلاد؟ بدنا قالب جاتو. رح أقول لك شي مهم، أول شغلة نحن منعمل رز بحليب بأي مناسبة حلوة، بصراحة لأنه رز بحليب هو كتير مفيد ومغذي، ولأنه أنا حدا منيح ما بيحب الأذى. ما بعرف ليش الناس بتحب تمسك سكين وتقطع القالب بعيد الميلاد، أنا ما بحب هالشي أبدا، لهالسبب سويت رز بحليب بمناسبة عيد ميلاد أمك ومرته لموهان. حبيبتي ما تزعلي مني، أنا بقصد بس عيد ميلاد أمك، أمك وبس. لا لحظة، شو رأيك بلا الشمعة؟ خلينا نستخدم هاد بداله، هاد ما بينطفي، وهيك ما بتنطفي شمعة عيد ميلادها، يعني بتضل منورة ذكراها، وبنفس الوقت بتفرح لأنك تذكرتيها بهالطريقة. شو حلوة الطريقة اللي بتحبي فيها أمك، بس يا ريت تحبي أبوكي هيك، كانت انحلت كل المشاكل. نجحت بأول مهمة، بتمنى لو يسمحوا لي إني حقق السعادة بهالبيت. رح أخلي موهان أحسن ونسي الحزن.